فاكتور ثابت. نروح بقى للحتت اللي هي جمهور النادي الاهلي بيحب يكون عنده تفاصيل عنها اكتر. احنا شفنا سيمبا في شوط سيء بتقدر تسجل فيه ثم بيقدر يرجع، معنى ان انت قدرت تسجل فيه وتضيع فرص كتير بالشكل ده ان عنده مشاكل، ومعنى انه قدر يرجع ان عنده مميزات. ايه اللي شفته كنقاط قوه عند سيمبا قدر يرجع بسببها، وايه نقاط الضعف الواضحه اللي خلتك رحت بالشكل ده؟ هنبدا الاول بنقاط الضعف، نشوف بعض اللي نجيب نستعرض الحالات معانا صور الحالات. هتلاقي سيمبا طبعا هم بيلعبوا بال 4 2 3 1 امبارح، هم بداوا المدرب بتاعهم بدا المباراه من غير راس حربه صريح، يعني هو كان المهاجم الاساسي بتاعه جون باليك اللي هو رقم 4، ده معار من مازيمبي مواليد 2001، كان هو اللي بيبدا على طول. امبارح ما بداش، بدا بالاربعه، ده طبعا تشكيل النادي الاهلي. احنا بنتكلم عن سيمبا، عن سيمبا. هنستعرض الحاله اللي بعدها على طول، اول صوره معانا، اول حاله هو يمكن بدا بالاربعه 2 3 1. مشكله سيمبا، سيمبا عندهم مشكلتين واضحين جدا لازم نستغلهم في العوده. المشكله الاولانيه المساحات اللي ورا الظاهرين، بص المساحه قد ايه، وبص ناحيه اليمين اللي هي اللي احنا مظللين عليها بالتظليل ده، وناحيه بيرسي تاو مساحه كبيره جدا، الظاهرين يعني بيضم الجمله اللي جوه بشكل كارثي. ونفس المشكله هنشوفها بقى في كذا حاله. المشكله الثانيه مشكله الارتداد، الفرقه دي لما بتهاجم بيهاجموا بعشوائيه، فالارتداد الدفاعي بتاعهم بتلاقيه ورا اربعه بس، بتلاقي مفيش الارتداد بتاعهم مفيش. كمل هات الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها هتلاقي برضو هنا بيرسي تاو طبعا الكره اللي هي ضيعها اللي هي كانت انفراد دي برضو كانت سهله جدا من بيرسي تاو، اللي هي المساحات اللي ورا محمد حسين الباك ليفت وكابومبي رقم 12 اللي هو الباك رايت. هات الصوره اللي بعد الحاله اللي بعدها على طول، هنا برضو نفس الشكل برضو سيمبا بيدافع من العمق، بيدافع من العمق، وبعدين عنده الظهرين بيخشوا لجوه وما بيرجعوش. الارتداد الدفاعي كارثه في سيمبا. تقدر ان انت عشان كده كنت بقول لك في التشكيل بتاع مارسيل كولر لما اختار بيرسي تاو واختار رضا سليم، هو اكيد اتفرج على الفرقه وعرف ان هم عندهم مشاكل في المساحات. هات الصوره اللي قبلها، اللي قبل دي، قبل ايوه ارجع ماشي كمل ماشي كام ده الجون طبعا، دي لعبه الهدف بتاعت رضا سليم. كمل هاتها من اولها، أو مش موجوده من اولها ماشي دي برضو نفس يعني لو جبت الجون هتلاقي المساحه اللي ورا الجون جاي من خلال رضا سليم استغل المساحه اللي في ظهر الباك رايت، هنا كهربا بيستغل المساحه اللي ورا الباك ليفت دي رقص فيها المدافع وسددها بشكل مش كويس. هتلاقي الهجمات كلها والخطوره بتاعت النادي الاهلي من خلال المساحات اللي ورا الظهرين. هات الحل بعدها برضو نفس الشكل، عايزين نجيب بس حته الارتداد. كمل هتلاقي برضو نفس الشكل، يعني الارتداد هيكون واضحه جدا في رضا سليم المرتده اللي عملها رضا سليم لما استلم الكره بدماغه مع كهربا. مع كهربا لما راحوا اتنين والارتداد بتاعهم هتلاقي حتى احنا عدين اللعيبه. هات بس الصوره الحالات اللي بعدها هتلاقي عدد اللعيبه ورا، هتلاقي الفرقه بفرقه سيمبا بتنفصل يعني تحس ان هم قدام خططهم مش خططهم هنا طبعا ده تكمله الهجمه، كهربا لما راح برضو من خلال ايه المساحه اللي في ظهر الباك الشمال. هنا الاستعجال انا بتكلمك فيها كدكتور احمد بتكلم فيها صبري، اللي هو كان المفترض عنده مساحه وعنده وقت يقدر يتعامل بالكره بالشكل ده، برغم لان رجله حتى اليسرى مش هي اقوى ما عند كهرباء في اللقطه دي. عنده المساحه وعنده الوقت ان هو يقف على الكره ويقدر يسجل بشكل سهل، وشماله كمان بالظبط لازم يشغل شماله، ما اختار شماله فلعبها باين. كمل هات كمل ماشي بعدها بديها هنا برضو لعبه في الدقيقه 12 هتلاقي نفس لعبه الهدف. بص هنا رضا سليم انطلق والباك اليمين ما رجعش معاه اصلا، الفكره دي واضحه جدا. يعني كمل هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي عدد اللعيبه بقى في حته الارتداد. ماشي هات الحاله الفنيه اللي بعدها على طول، هتلاقي برده هنا طبعا ده برده من ضمن الحاجات اللي احنا برده لازم نتكلم فيها، الاخطاء التحكيميه دي هنجيلها يعني دي هنجيلها. هات بس بقيه الحالات الفنيه ونقاط القوه. كمل دي ضربه الجزاء الثانيه اللي في الدقيقه 70 هنا ماشي الحالات. هو في حالات بس في الاول يا جماعه فيها الارتداد، هتلاقي فيها ارقام 1 2 عدد اللعيبه لو معانا لو نقدر نجيبها دي برضو، فدول المشكلتين اللي انت تقدر تستغلهم. يعني انت برضو في ماتش العوده هتظهر المشاكل دي اكتر، لان هم على ملعبهم هتلاقي هنا هم جايين عايزين يسجلوا هدف، محتاجين يسجلوا بالزبط. فانت هتلاقي الفرقه دي جايه اكيد، هو هيبدا بجون باليك اللي هو نزل في الشوط الثاني. انت كلمتني على نقاط القوه والتغييرات اللي عملها، التغييرات اللي حصلت ما بين الشوطين يعني اثرت شويه افادت، بس انا شايف ان العيب كان من عندنا احنا مش هم، برضو احنا في الشوط الثاني تراجعنا شويه بدنيا، تراجعنا مش تغييرات سيمبا اللي صنعت تفوق مش تغييرات لا احنا لما بنكون كويسين احنا اللي ما استغلناش الفرص في الشوط الاول. لو كنا استغلنا الفرص وقدرنا ان احنا نسجل هدفين او ثلاثه في الشوط الاول كنت التغييرات دي مش هتقدر تقول ان التغييرات هي اللي انا شايف ان كده. يعني انا شايف برضو ممكن التغييرات طبعا ساعدت سيمبا ان هي ترجع، يعني ممكن مثلا عندك جون باليك رقم 4 المهاجم لما نزل
رجع بقى طريقه لعبه اللي هي 4 2 3 1 براس حربه، ميكوسوني خرج وسعيد اللي هو صانع الالعاب تحته مع كلاتسوس الشامه، عملوا يعني جابها كويسه، عمل تغييرات كويسه، حتى صانع اللي هو اللعيب الارتكاز اللي نزل اللي هو اللعيب المالي كانوتي اللي نزل مكان فابريس نجومه نزل وسجل وأثر. بس انت عندك اخطاء فرديه في التمركز الدفاعي في الهدفين اكبر جدا من قدره فكره القدرات الفرديه اللاعب. برافو عليك صح. يعني الهدفين اللي جايين فينا حتى لو استعرضنا الهدف هي دي صوره الارتداد. بص هنا، بص هنا يا جماعه، هتلاقوا احنا ايه سيمبا اللي لابس احمر. بص عدد اللعيبه اللي احنا مظللينها قدام، دي الكره اللي انت كنت بتتكلم فيها. لا دي اللي قبلها، اللي قبلها اللي هي الانفراد. بص عدد اللعيبه 1 2 3 4 5 6 6 قدام من سيمبا ما رجعوش، ولعيبه النادي الاهلي راح انفراد على 2 بس. فهنا رغم ان 2 على 4 في سوء تمركز واضح جدا من دفاع سيمبا. بس دي المشكله الاساسيه جايه منين بالكاميرا دي؟ جايه من الارتداد. الارتداد اللعيبه دي ما بترجعش. انت كان فريق داخل القاره بيعمل معاك الشكل ده اصلا؟ يعني باستثناء مباريات زي سان داونز وفريق زي مازيمبي بشخصيته بتكون اندفاعيه كده. خلينا اعتقد ان الكاميرا دي كاميرا خاصه بفريق اعداد الاهلي خط احمر، صح كده؟ هو اللي جايبها. لان اللقطه دي ما كانتش وبالوضوح. وفي صوره ثانيه اقول له، في صوره ثانيه برده معانا احنا مركبين عليها، هتلاقي 1 2 3 عاملين برضو 6 لعيبه، هتلاقي برضو نفس الشكل. يعني الكاميرا دي موضحه الارتداد الدفاعي بتاعهم ضعيف جدا، تقدر ان انت تستغله. احنا في الشوط الثاني زي ما فارس اتكلم، في عندنا مشاكل في التركيز في الاخطاء الدفاعيه ما ينفعش تحصل في مدافعين بيلعبوا في النادي الاهلي صراحه. يعني هو عبد المنعم دوليين، يعني ياسر ابراهيم وربيعه وكريم الدبي، الاخطاء انا بحمل خط الدفاع كله، يعني مش واحد بس او كده، لا خط الدفاع كله.